بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا نهى مقلب من قناه موفوق. ان شاء الله النهارده هنعمل شويه كشري بس عظمه، هنعمله بطريقه جديده جدا وسهله جدا، وهنعمل الاكله كلها في حله واحده. ويلا نسمي الله وندخل مطبخ موفوق نشوف هنعمل القمر اللي قدامنا ازاي. يلا نسمي الله ونبدا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الحله بتاعتنا ونحط فيها مكعب زبده، ونحط فيها معلقتين زيت، او تحط فيها سمنه بلدي، او تحط فيها سمنه يعني حط الماده الدهنيه اللي بتحبي تشتغلي بيها. انا هنا حطيت زيت وزبده، هسيب كده الدنيا لما تسخن شويه، وننزل ببصل احنا فرمينه خلاص، نديله بقى تشويحه. زي ما اتفقنا قبل كده مع بعض، احنا ما بنحطش مكونه لما بنشم ريحه المكون اللي قبليه. حطينا على البصل ايه نوع؟ احنا حطينا على البصل شويه من بهارات نوفود. طب انت ما عندكش بهارات نوفود؟ لا، نحط شوية ملح وشوية فلفل على البصل علشان يبقى ريحته حلوة كده، طلع حلو. نديله تشويحة كويسة جدا على النار. زي ما بقولك كده، النهاردة هنعمل الكشري بس بطريقة مختلفة خالص، يعني بطريقة يعني روعة، والطعم يعني مش عايز اقول لكم، طعم هيبقى فعلا خطير وسهل كده وسريع. هنحط ايه بقى؟ هنحط كمون، يعني نص معلقة صغيرة كمون، ونحط نص معلقة صغيرة من الكركم. الكركم ده يعني هو طبعا بعيد عن فوائده، لكن هو فعلا بيخلي الكشري لونه تحفه، يعني ما بستغناش عنه في اي كشري اصفر بعمله او اي كشري اسكندريه انا بعمله. خلاص، هنا بقى بننزل بالرز اللي احنا غسلينه ونقعينه ومصفيينه. رز بقى بسمات، رز مصري اللي موجود عندك هتشتغلي بيه، مفيش اي مشكله خالص. ويديله تشويحه كويسه جدا في الماء مع الماده الدهنيه ومع البصل. اما بتديله تشويحه مع الماده الدهنيه والبصل، ده بيمنع ان هو يعجن منك، لان في ناس بتقول لك الكشري الاصفر ده او الكشري الاسكندراني ده بيعجن. لا، هو مش هيعجن. قلبك اشتغلي في الرز الاول كده وشوحيه مع الماده الدهنيه، هو عمره ما هيعجن. حطيت ايه نوع؟ حطيت ده من ده الحمص اللي احنا نقعينه، هو شكله يعني متلج لسه، يعني لسه مطلعه من الفريزر. خلاص، ماسكاه غسلاه ونقعاه وغسلقاه وحطه في كيس وحطه في الفريزر، بطلع الاكل على طول. وبشرت جزرايه وحطيتها برضو على الرز وعلى الحاجه اللي في الحله. وهنا بننزل بالعدس اللي احنا غسلينه مصفينه برضو. العدس حطيه نص كميه الرز، يعني لو انت عامله كوبايتين رز حط كوبايه عدس. خلاص، وطبعا الحمص حطيناه وحطينا الجزر، وبنقلب كويس جدا مع بعض كل الحاجات مع بعضها. وطبعا الكاتل شغال جنبي، لان هي وبرده تديله تشويحه كويسه جدا، وكل المكونات دي مع بعضها ده تشويح كويسه جدا في الماده الدهنيه، وده هيمنع انه يعجن منك، مستحيل هيعجن ان شاء الله يعني. خلاص، قلبي كويس والكاتل شغال زي ما قلت لكم. في الميه بتغلي، هننزل بقى عليه بالميه. شوفوا كل ده بقلب فيه وكل ده بشوحه علشان ما يعجنش. وخدي بالك وانت بتحطي، لان الجزر ده فيه ميه، يعني خلي الميه يدوبك على سوى الرز، على دوبك على سطح الرز كده مش اكتر. خلاص، اذا كنت بتعملي بسماتي بقى ده حاجه تانية. هنا بنقلب كويس، هنظبط الحدق بتاعه. حطيت له نص معلقه من الملح، شايفين يدوبك الميه يدوبك لحق السطح بتاعه. اغطي بقى عليه ونيجي بعد شويه نشوفها ايه كده. خلاص، هو شرب الميه بتاعته، هنوطي النار عليه خالص. ايوه كده، وهجيب الشياطه كمان احطها تحته. هنا خلاص، هنا خلاص يعتبر استوى، شايفين وشايفين مفرفر الزين وجميل، يعني هو كده مش هي كده بقت. انا هنا بس بوريكم الشياطه، هنا خلاص هي بقت اكله، يعني مش عايزه حاجه تانية. لكن احنا بقى عايزين ايه؟ نعمل حاجه مختلفه النهارده. شايفين انا بعمل ايه؟ بتمسكي المعلقه كده وتعملي زي حفر كده بعدد البيض اللي انت هتحطيه في الكشري بتاعك. يعني انت عايزه تعمل حط 2 3 4 زي ما هتحط، تعملي حفر كده وتحط في كل حفره من دي بيضه نيه زي ما هتشوف حضرتك كده بالظبط. هنا بننزل بالبيضه النيه، كل حفره بننزل ببيضه. خلاص، وبعد ما نحط البيض، شايفين هنا بحط في كل حفره بيضه. هي هتستوي، البيض ما بياخدش حاجه، هيستوي اصلا على الحراره، بس احنا مهديين النار تحت خالص زي الشمعه كده، وهنغطي الحله بالغطا بتاعها، فالسخونيه هتسوي لك البيض، فما تقلقيش من ده خالص، مش هيبقى فيه ريحه الزفاره خالص، مستحيل. يعني احنا هنحط عليه دلوقتي فلفل اسود، هنجيب فلفل اسود ونحط على البيض، ورشه برضو من الملح. خلاص، ده مش هيبقى فيه اي زفاره خالص. وجربي الاكله دي، بصراحه تحفه، واكله من اللي هم بيسموها اكله الحله الواحده، ودي طبعا بتسهل علينا كتير يعني. خلاص، وغير انها بتبقى طعمها حلو فعلا.
خلاص احنا كده خلاص خلصنا لاخر واحده، نغطي بقى عليه ونسيبه على نار هاديه خالص، كل شويه نبص عليه. هنا بنحط الفلفل الاسود، غطينا عليه شويه كده ونشوفه. هنا شايفين بدات حتت بيضه تطلع، عامل بيض يعني بدا دخل في سوا، شايفينها هنا بشاور لكم عليها اهي، ده خلاص بدا في سوا. هنغطيه كمان شويه ونشوف، بس هو طبعا لسه ما استواش، هنشوف كمان بقى كل شويه نروح نشوفه كده. هنا خلاص البيض بيض من فوق اهو، بس لما تحسسي بايديكي كده هتلاقي لسه فيه سنه كمان بسيطه، لازم لما تحسسي بايديكي كده على الصفار تلاقي جه من تحت ايديكي. لا يبقى كده هنا لسه عايز له خمسه كمان على النار هادي، هنغطي عليه ونسيبه كمان خمسه ونرجع لك تاني. هنا خلاص استوى، خلاص انا كمان هوريك اهو، شايفه خلاص البيضه خلاص استوى، بحاول اقربها لك علشان تشوفيها، استوى بقى جميل والاكله كده يعني خلاص، اللي عايز ياكل بسم الله. شايفين؟ حاول اقربها لك، زي ما قلت لك مستحيل تلاقي فيها ريحه زفاره خالص. كده الاكله بتاعتنا خلصت وتمام التمام، هناخدها بقى ونروح نغرفها، نغرفها بقى بطريقه حلوه كده. شايفين هنا كده خدتها ورحت على نزلتها من على النار، خلاص خدتها ورحت على الرخامه، وهجيب الطبق بتاعي عشان اغرف، بس البخار بقى ايه طالع نار. طبعا انت ما تغرفي هتستنى لما يهدي شويه بعد كده تغرفي، لكن هنا انا هغرف على طول. هتطلعي بقى البيض كله لوحده كده بالمعلقه، هتطلعيه كده في طبق وتغرفي بطريقتك وبذوقك، وان شاء الله الاكله بتاعتك تعجبكم. ايه رايكم فيها؟ طب والله يعني تحفه، جربيها وهتدعي لي ان شاء الله. الكشري الاسكندراني ابو البيض في قلبه منه في ده هيعجبك، وجربيه ان شاء الله هيعجبك. وان عجبك ما تنسينيش باللايك والشير، وتشتركي في قناتي لو كنت لسه ما اشتركتش، وتنوريها وتنوري صفحه نوفود على الفيسبوك، وتنوريها هي كمان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.